طيب السؤال رقم 24 يتصنف فوركاستنج ريجريشن. تمام. يقول لك الشركه ديت بي زي بي كليننج بتقيم التكاليف بتاعتها للتنظيف، الكنترولر عمل لينير ريجريشن للساعات اللي بيقضيها عشان يعملوا كليننج للفاريوس اوفيسز. بعد كده بيقول لك الريجريشن اناليسيس طلعت لنا المعلومات ديت، واي اللي هي التوتال كوست بتساوي ايه اللي هي ال 75 دولار زائد بي اللي هي الفاريبل كوست بير يونت 25 دولار اكس في الساعات اللي بتقضى. بس على الكلام ده تعرف تقول لنا ايه الصح؟ ذا كوست از 100 بير اور. غلط، 25 بير اور. تمام، از 25 اوف فيكسد كوست. لا لا احنا معانا 75 75. في تكاليف ثابته. 25 دولار فاريبل كوست بير اور و75 فيكسد زي الفل يا باشا. هي ديت الاجابه. طبعا سؤال تمام حلو وانت نايم.